واخيرا رجعنا تاني للفيديوهات. ازيكم يا دراجم؟ عاملين ايه؟ من النهارده مفيش لا راحه ولا بالراحه، هننزل فيديوهات كتير وهحاول انزل لكم اكتر من فيديو واحد في اليوم، هننزل فيديوهين وثلاثه في اليوم الواحد. عايزكم تشتغلوا معايا، الاجازه داخله علينا، لازم نرسم كتير. ارسموا معايا وابعتوا لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف، وتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وهتلاقوا قناه الشورتس هننزل عليها فيديوهات قصيره وتحديات قويه جدا لازم تشتركوا فيها. القناه اسمها درغام شورتس، هتلاقوا برده الرابط موجود في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة زي ما انتم شايفين. هنرجع بقى للفيديوهات وهنبدأ ننزل فيديوهات اكتر واكتر. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن رسم عن عيد الاستقلال الاردني، رسمة بسيطة جدا وجميلة قوي. كل اللي هنحتاجه القلم الرصاص اللي بنرسم بيه في كل الرسومات بتاعتنا، القلم الاتش بي العادي اللي موجود في كل بيت. وببدأ اعمل زي ما انتم شايفين زي الخطوط دي اللي بتدينا شكل العلم بتاع الاردن، ولكن العلم هيكون على شكل كده زي الزخرفة اللي هتزين كلمة عيد الاستقلال. فهي دي فكرة الرسمة، واكيد شفتوا الرسمة في الصورة المصغرة. طبعا رأيكم بيهمني جدا جدا جدا، كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني دي من اهم الحاجات، واللايك حاجة بسيطة لكن بتفرق، فحطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. زي ما شايفين بعمل خطوط في العلم عشان تدينا شكل بتاع علم الاردن. طبعا في العلم الاردن بيكون عبارة عن خطوط بالعرض، وفي اوله مثلث جواه نجمة باللون الابيض. جبت اللون الاخضر زي ما شايفين عشان ابدأ ارسم كلمة عيد الاستقلال. طبعا تقدروا تعملوه باي لون براحتكم، انا فضلت اللون الاخضر زي ما شايفين. طبعا لو عايزين جزء التاني او رسمة كمان عن عيد الاستقلال، ده غير ان احنا كنا رسمنا اصلا رسومات قبل كده عن عيد الاستقلال الاردني، ولكن لو عايزين رسمة كمان عن عيد الاستقلال فاكتبوا لي تحت في الكومنتات. زي ما انتم شايفين باللون الاخضر عملت شكل الزخارف بتاعت الكلام. طبعا انا كاتب بخط يعتبر قريب من خط الثلث. لو انتم عايزين تكتبوا بالكوفي، عايزين تكتبوا بالرقعة، عايزين تكتبوا بالنسخ، عايزين تكتبوا باي خط براحتكم، انا فضلت الخط ده. عايزين تكتبوا زي واكتبوا. فزي ما انتم شايفين عملت شويه زخارف كده بسيطه في الكلام، وبعد كده هحضر اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الاسود. طبعا الالوان دي تقدروا تستخدموها سواء بقى الوان خشب او الوان في الماستر، اي نوع الوان. المهم انكم ما تلونوش قبل ما تتاكدوا ان انتم مش هتعملوا اي تعديل تاني، لان احنا لما بنلون بيبقى صعب جدا جدا جدا، ويعني صعب قوي قوي ان حد يعرف يعمل تعديل بعد التلوين، لان خلاص التلوين انت لونت خلاص. لكن بيبقى في اخطاء بسيطه ممكن تعملوا لها تعديل، ولكن الاهم ان انت تكون متاكد 100% قبل ما تلون ان الاخطاء دي مش هتتعمل، يعني ان مفيش اي اخطاء في الرسمة، فانت متأكد 100% ده اكتر حاجة تقدر عليها، ساعتها ابدأ الون. زي ما شايفين انا جبت القلم الرصاص عشان في ناس اشتكت الفترة اللي فاتت كتير، قالت لي احنا مش ما عندناش لون اسود سواء الوان في الماستر او الوان خشب، فعشان كده جبت لكم الحل ان انتوا تقدروا تلونوا بالقلم الرصاص بنفس القلم اللي احنا خططنا بيه، ولكن بنتقل ايدينا عليه بس مش اكتر، ونبدأ بقى نلون كأنه لون عادي، قلم لون عادي جدا جدا. زي ما انتم شايفين اهو بلون الخطوط. طبعا خلي بالكم من الترتيب، لان تحت بيبقى الترتيب مختلف عن فوق، لان العلم بيبقى لافف شوية تحت. فزي ما انتم شايفين دلوقتي بلون واحدة واحدة كده، محدش بيجري ورانا. من اهم الحاجات في الرسم انك ما تستعجلش، الرسم محتاج هدوء ومحتاج صبر عشان تعرف توصل للنتيجة اللي انت عايزها، لان هتتسرع هتلاقي الرسمة مش حلوة، وفي الاخر هتكره الرسم وهتقول بقى انا ما بعرفش ارسم. ولكن انت لو خدت وقتك خالص، حتى لو الرسمة قعدت اكتر من يومين مثلا، المهم انك تاخد وقتك، تاخد وقتك في الرسم. طبعا مش محتاج اقول لكم يعني ان اللي هيرسم الرسمة لازم يبعت لي رسمة على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف، لان طبعا عاملك حاجه زي الكورس، انت عباره عن انت بتخش بتبعت لي الرسمه اللي انت رسمتها مع فيديو من فيديوهاتي، بقولك على اخطاء بسيطه تعدلها تفرق معاك جدا جدا، وانت بتعدلها وبتوريني النتيجه بعد التعديل.
فبجيب لكم حاجة زي الكورس بالظبط، عبارة عن ان انا بنزل لكم فيديوهات كتير، فانت كده المفروض ترسم كتير وتبعت لي الرسومات دي، فانا اقول لك على اخطاء بسيطة تعدلها فهتستفيد من المعلومات، فانت كده استفدت معلومات واستفدت رسم كتير، لان التطور في الرسم ما بيجيش الا بالرسم الكتير، اقعد ارسم كتير على قد ما تقدر. واحنا طبعا دخلنا على اجازة، فاتوقع اغلب الناس بدأت خلاصها هتخش على الاجازة، فاكتب لي في الكومنتات اذا كنت خدت الاجازة ولا لسه، وبرضو لازم تكون مشترك في القناة وتفعل زر الجرس، عشان يعني بنعمل تصويتات وحاجات جميلة جدا على المنتدى، لازم تكونوا مشتركين في القناة وفعلين زر الجرس عشان تشوفوها. جبت باللون الاخضر اهو المستطيل اللي تحت، وزي ما انت شايفين لونت طبعا باللون الاحمر المثلث بتاع علم الاردن، وسبت النجمه اللي في نص المثلث باللون الابيض زي ما انت شايفين، طبعا باللون الاخضر بلون المستطيل اللي تحت. اهم حاجه في الالوان الخشب ان القلم يكون مبري، ده اولا. ثانيا ان احنا نلون في اتجاه واحد على قد ما نقدر، على قد ما نقدر التلوين يكون في اتجاه واحد. بالنسبة للألوان في الماستر، فأهم حاجة ان برضو نحاول على قد ما نقدر التلوين يكون في اتجاه واحد، ده أولا. ثانيا ان يكون برضو الألوان في الماستر نحاول ما نلونش على منطقة واحدة أكتر من مرتين، لأن كل ما بنزود في التلوين على المنطقة الواحدة بتلاقي اللون بدأ يغمق أكتر وأكتر في الألوان في الماستر. زي ما انت شايفين اهو جبت القلم الرصاص، طبعا دي بتحصل برضو بعد ما نخلص تلوين، يعني أول ما تخلص تلوين ممكن تعمل زي ما أنا بعمل دلوقتي، عبارة عن القلم الرصاص بنبدأ نخطط بيه الرسمة عشان تدينا الشكل اللي احنا محتاجينه، الشكل اللي هو يكون قوي، الرسمة تبقى شكلها قوي، ما يبقاش كده مش عارفين نشوف حدودها بالظبط فين، لا نكون عارفين حدود الرسمة وأولها وآخرها زي ما انتم شايفين. طبعا رأيكم بيهمني جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لازم تبعتوا الرسمة لكل الناس اللي بتعرف ترسم وتخلوهم يرسموا معايا، ودي كانت رسمة النهاردة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، مستني رأيكم لأن رأيكم بيهمني جدا جدا جدا، وبعت لي رسمة على حسابي على انستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف، بعمل لك زي الكورس المجاني، انت مش محتاج حاجة اكتر من كده، محتاج نصايح ومحتاج رسم كتير، بعمل لك فيديوهات كتير عشان نصايح، وبعمل لك التطبيق الانستجرام والفيسبوك عشان تبعت لي واقول لك على نصايح تعملها، فانا عامل لك الاثنين، ما قدامكش حاجة، فاضل انت ترسم بس. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.